السلام عليكم لجميع المتابعين. اليوم ضبطنا القامة والشعر واللياقة قبل الحلقة عشان ندخل في الحلقة وندخل على طول في الموضوع. هنستنى بس بعض الوقت عشان نستنى الناس يتابعونا ويدخلوا معنا. ما شاء الله، يمكن الموضوع اليوم مو كل الناس مهتمين فيه، ولكن هو يعني مهم للجميع، سواء اللي حيعملوا العملية أو اللي عملوا العملية أو اللي يعرف أحد عمل عملية. هنتكلم ونتناقش بمواضيع كثيرة لها علاقة بعملية تكبير الثدي بدهون أو بحشوات السيليكون. أو أتكلم أول شيء عن تكبير الثدي بالدهون عشان نحطها على جنب ونركز في موضوع تكبير الثدي بالحشوات. أوكي؟ ارسلوا لنا اسئلتكم، الاسئله حنتابعها طبعا زي العاده في اخر حلقه. واليوم عندنا كلمه سر، وعندنا ابديت على ايش حيصير معنا في رمضان. في رمضان في مسابقات وجوائز وهدايا، شيء ما عملته قبل كده، ولكن تستاهل كل خير في هذه الفتره. طيب نبدأ. زي ما قلنا حنتكلم أول شيء وين نرسلها. نرسلها في الموقع، لو دخلتي على الموقع www.dramrad موجودة في الانستغرام، في هذا تدخلي وتضغطي، الحين حطينا اللينك موجود عليه اسمه كلمة اليوم، فهتلاقي اللينك في أول صفحة تضغطي عليها وحتاخدك عليها. طيب نتكلم عن تكبير الثدي بالدهون الذاتية، هذا أول موضوع، أول جزء من الموضوع هناخد فيه 10 دقائق، بعدين ننتقل للمواضيع الأخرى. بالنسبة لتكبير الثدي بالدهون الذاتية، هي نفس العملية اللي بنعملها، ناخد الدهون من الجسم اللي نفسها اللي بنحقنها في الوجه أو بنحقنها في المؤخرة، إحنا ممكن نحقنها في الثدي. كان في خلاف على هذا الموضوع في الماضي، ولكن علميا يعني وجدوا أنه ما في أثر إن شاء الله لهذه العملية، ولا بتأثر ولا بتعمل أي مشاكل. عارفين انتوا عايش بتكلم سرطان الثدي او شيء زي كده. فحقن الدهون امن جدا، بس ايش مشكلته؟ ليش مو كل الناس بيعملوه؟ ليش ما صار في ضجة كبيرة فيه؟ لانه زي ما هو في الوجه وفي المؤخرة، الدهون هنا ممكن تذوب، اذا ذابت راحت يعني. وسعر بالنسبة لهذا سعر العملية هذه، وهي اما تمسك او لا، اعلى بكثير، والتحضير لها اكثر بكثير من عملية حشوة السيليكون اللي هي اسهل بكثير. فعشان كده ليش نستبدل شيء مضمون زي الحشوة بشيء غير مضمون نتيجته زي الدهون الذاتية؟ ما بخوفكم من موضوع الدهون الذاتية او اكرهكم فيه، بس بنعرف هذا علميا وعالميا انه ما بتمسك، احيانا ما بتمسك معانا الدهون، يعني نسبة بقائها تكون اقل بكثير من غيرها. هل تستخدم في عمليات غير التجميل؟ نعم تستخدم في عمليات الترميم، إذا عملنا عملية ترميم للثدي بعد استئصال ورم لا سمح الله، وهذا دليل على أنها عملية ما لها علاقة بالأورام. صار في كونتور، صار في محل نازل أكثر من محل ثاني، هذا ممكن تعبئته بالدهون، نعمل لها أكثر من جلسة وبتعبي هذه المنطقة. فإرسلوا أسئلتكم على موضوع تكبير الثدي بالدهون، وممكن نفصل فيه زيادة. بس أبغى أنتقل للموضوع الأكبر، وهو موضوع تكبير الثدي بحشوات السيليكون. هذا حشوات السيليكون اخترعت من قديم الزمان، واستخدمت صار لها فترة كبيرة، وكان قبلها مواد ثانية وأشكال ثانية، ولكن مع تطور العلم وتطور التكنولوجيا تطورت إلى الحشوات الموجودة الحين، وهي من النوع الثاني الثالث أو الرابع، وكمان أنواع أكثر أحدث. ايش زي ما قلت لكم، فائدة حشوات السيليكون هي انها شبه مضمونة. كيف مضمونة؟ انها خلاص هي جسم حتركبه، حتدخله في الثدي، وحيمسك فيه ويقعد فترة طويلة من الزمن بدون ما يعمل مشاكل، وبدون ما يذوب، يعني اهم شيء انه ما حيذوب ويروح زي الدهون. فهذا بالنسبة للحشوة. طيب في فيديو حوريكم اياه عن تفاصيل العمليه كلها من اولها لاخرها، بس ايش بتفيد الحشوه؟ الحشوه بتفيد الناس اللي عندهم صغر في الحجم، سواء من الولاده
او ممكن بعد الترميم اعاده تعويض انسجه الجسم بالحشو السيليكون، او ممكن برضو بنستخدمها في الترهل البسيط جدا. اذا كان في ترهل بسيط جدا ممكن نستخدم الحشوه لرفع الثدي وتعديله. ف في ناس من الولاده ما عندهم ثدي او ثديهم جدا صغير، وهذول اكثر ناس بيستفيدوا من هذه العمليه. كمان مفيده في الناس اللي بيعملوها بعد الترميم، بعد التكميم او خساره وزن كبير، بنخسر جزء من الدهون اللي موجوده في الثدي، فممكن تعويضها بحشوات السيليكون. طيب اشكال حشوات السيليكون حوريكم واحده حقيقيه. هذه حشوة الدمعة وهذه الحشوة العادية اللي بنستخدمها، أوكي؟ هذه مو كثير بنستخدمها الحين، بوريكم الفرق بينهم. زي ما أنتم شايفين واحدة نازلة لتحت والثانية أكثر شيء منطقة مرتفعة فيها هي الوسط، أما هذه فأكثر منطقة مرتفعة فيها فهي المنطقة السفلية. طيب وزي ما أنتم شايفين هنا في زي خط، اوكي، هذا الخط عشان نعرف داخل العملية انه كيف الحشوة موجودة صحيحا. خليني اقول لكم عن هذه الحشوة اللي هي زي الدمعة، ايش فوائدها وايش مشاكلها. فوائدها احيانا بيقولوا بعض الجراحين انها بتعطي الشكل الطبيعي اكثر للثدي بمقارنة بحشوة السيليكون العادية، ولكن مشكلتها كبيرة وعشان كده بطلنا نستخدمها. ايش مشكلتها؟ انه ممكن بعد ما ندخلها في الجسم المريضة ممكن تلف، إذا لفت حيصير شكل الثدي غريب جدا، منتفخ من الأعلى ومن الأسفل صغير، أو تلف بالعرض فيصير الجزء هذا سميك وهذا الجزء نحيف. فهذه مشكلتها. فعشان كده كثير من المناطق في العالم والجراحين بطلوا يستخدموها بسبب هذه المشكلة. والمشكلة هذه يعني مشكلتها أكبر من نفعها بتغيير الشكل. فهذه هي الحشوة اللي بنستخدمها الحين في كثير من العمليات، وبتيجي بارتفاعات مختلفة. هذا ارتفاع مثال وهذا ارتفاع ثاني، ممكن تكون نفس حجم الحشوة ولكن ارتفاعها مختلف، أوكي؟ وهذا ارتفاع ثالث. طب إيش الفرق بين هذه الحشوة وهذه الحشوة؟ أو نقول عشان تكون أوضح بين هذه الحشوة وهذه الحشوة، الفرق بينهم إنه هذه غلافها الاثنين سيليكون طبعا، ولكن هذه غلافها ما هو مرمل، اوكي، فتشوف تقدر تشوفه خلالها، اوكي. اما هذه فهي حشوه مرمله، اوكي، ما اعرف اذا حتكون واضحه، بس حوريكم بالفيديو ايش فكره الترميل وايش فوائد الترميل وليش وايش مضاعفات الترميل. فهذه بالنسبه للحشوات، في المرمل وفي غير مرمل، في السيليكون وفي الماء والملح، حوريكم اياها بالفيديو كمان. بعدين وين نضع الندبه؟ الندبه لها عده مناطق، لكل وحده فوائد ومضار. اللي الناس بيطلبوها احيانا ولكن ما هي مفيده لانه مضاعفاتها كثيره، زي الحشوه حشوه الدمعه، زي تكلمنا عن مضاعفاتها عشان ما بنستخدمها، اللي هو اللي جرحهم من تحت الابط عشان يخفوا الجرح تماما عن الجسم بيحطوه في الابط، بس مشكلتها انه باقي العمليه بتصير بطريقة شبه يعني غميضي، يعني بدون دراية أو visualization، اللي هو ما بنقدر نشوف داخل الثدي بطريقة كويسة، فممكن المضاعفات تزيد زي النزيف لا سمح الله، أو الكابسولر كونتراكتشر. كابسولر كونتراكتشر اللي هو انقباض الكبسولة اللي تجي حوالين الحشوة. هنتكلم عن هذه الكابس كونتراكتور. هذه بتصير في اقل من 4% من المرضى بعد مده. ايش سببها؟ سببها عاده تجمع سوائل او دم حول الحشوه في العمليه الاولى، او نوع من البكتيريا سب كلينيكال، يعني مو واضح جدا، ولا هو التهاب كبير، ولكن بتسبب هذه الطبقه وبتنمو حوالين الحشوه. كل الحشوات، اي شيء غريب عن جسم الانسان بيصير فيه كبسوله. الجسم ربنا بيحمينا من هذه الاجسام، مو لأنها ضارة ولكن لأنها جسم غريب عن جسم الإنسان، بيحميها بأن يصير لها كبسولة. هذه الكبسولة لها درجات، فقلنا كل الحشوات لها كبسولة، حتى حشوات الذقن، حشوات فك، أي جسم غريب، صمامات اللي داخل القلب بيصير لها كبسولة.
فكرة الكبسولة زي ما قلت لكم حماية الجسم منها، مو لضررها ولكن انه يضل جسم غريب ما يصارعها الجسم دائما. فالكبسولة عدة انواع، اذا كانت خفيفة هذه كويسة ممتازة، اذا كانت من الدرجة الثانية هنا بيبدأ يتغير شوية الشكل، وممكن المريضة تحس بضيق شوية في الحشوة نفسها لانه قاعدة تشد عليها. الثالثة والرابعة اقوى بكثير، بتشد بزيادة وبتصير مؤلمة او بتصير الشكل مختلف تماما. ايش حلها؟ نفتح الجرح مرة ثانية، الكبسولة نفسها إما نشيلها أو نعمل فيها جروح عشان تتوسع. زي ما قلت لكم هذه بتصير في أقل من 5% وبعد فترة من الزمن. أوكي؟ فما هي مشكلة معضلة كبيرة، وقليل جدا ما تصير إذا كان الجراح من البداية ماخذ الحيطة من الموضوع زي ما قلت لكم الدم أو الالتهابات اللي ممكن تصير حولين الحشوة. طيب فقلنا عن السكار اللي تحت الثدي اللي هو الندبة اللي تحت الثدي، هذه ما ننصح فيها تحت الإبط. الندبة الثانية اللي حول الحلمة هذه ممكن مفيدة أحيانا إذا كنا نبغى نسوي شيء ثاني في منطقة الحلمة زي رفعها أو تغييرها أو تكبير تكبير ورفع في نفس الوقت. أما الأكثر استخداما حول العالم هي الندبة اللي أسفل اللي في ثانية الثدي، وحشوفه في الفيديو. هذه الندبة ليش؟ لأنها مخفية أول شيء تحت الثدي رقم واحد. رقم اثنين مضاعفاتها قليلة جدا وما بتمر من حول الحلمة محل ما ممكن يصير فيه التهابات أو تجي، لأن الحلمة نعرف أنه فيها القنوات الحليب، هذه القنوات ممكن تأخذ فيها جراثيم جواتها حتى لو كانت ما فيها التهاب، ولكن فيها جراثيم ممكن تمتد إلى الحشوة في بعض الأحيان إذا دخلنا من حول الحلمة. فأما لما ندخل من تحت الحلمة بنغطيها بغطاء يبعدها عننا تماما، وبعدين بندخل الحشوة من أسفل بطريقة جدا نظيفة وبدون ملامس. حتشوفوا كيف العملية، فعشان كده مضاعفاتها أقل وحتى كعملية أبسط وحتى كمضاعفات أقل زي ما قلنا. وبعد العملية المرضى بيتحملوا الجرح هذا أكثر بكثير وما بيشتكوا منه إذا عارفين وجوده وين مكان. هل الجرح هيبقى أثر؟ ممكن معظم الناس ما بيبقى أثر، لأنه إذا في الثانية تمام أو أعلى منها شوية أو أقل شوية مغطى، وبعد 6 شهور بيكون زي خط صغير جراحي وإن شاء الله ما بيمتد لأنه ما في عليه ضغط كبير. طيب خلينا نبدأ الفيديو مع بعض. هذا الفيديو وحشرح لكم على الفيديو كل خطوات العملية. طيب فهذه امرأة تبغى حشوات، هذه الحشوات المختلفة زي الشكل اللي قلت لكم عليه، إما مدور أو دمعة. هذه غلاف الحشوة، إما بتكون سموث اللي هي ملساء أو خشنة. أوكي، وحأقول لكم إيش الفرق بينهم بنهاية الفيديو، إذا ما قلت تذكروني. في حشوات السيليكون وفي حشوات الماء والملح. ما في حشوات ما أعرف كثير ناس بالسعودية بيعملوا حشوات ماء وملح حتى في العالم. ليش؟ لأنه السيليكون مقارب للطبيعي أكثر، للثدي الطبيعي أكثر بكثير من حشوة الماء والملح، ومضاعفاتها أقل من ناحية أنه الماء والملح إذا لا سمح الله صار فيها جرح أو شيء لنفس الحشوة الماء والملح بيمتصها الجسم وبروح العملية كلها. أما الثانية إذا صار في كبسولة حولين الإمبلانت وصار فيها ليك وما تغير الشكل ممكن تضل جوا الغلاف. هذا بالنسبة للتشريح الثدي. عندنا الغدة، غدة الثدي اللي هي بتفرز الحليب عند الحمل والرضاعة، وعندنا الأوعية الدموية وكمان الأوعية الليمفاوية والأعصاب اللي بتوصل للحلمة. تحتها في عضلة الصدر اللي هي سبكتراليس ميجر، عضلة صدرية، وإذا رفعناها بنلاقي القفص الصدري وعضلة ثانية صغيرة تحتها. هذا مهم ليش؟ لأنه وين ممكن نضع الحشوة؟ ممكن نضع الحشوة تحت الغدة زي الصورة الأولى شايفين العضلة تحتها، أو العضلة تصير فوق الحشوة، أو تغطية العضلة بالكامل، تغطية الحشوة بالكامل بالعضلة. العملية اللي احنا بنسويها من أحدثهم اللي هي فوق غشاء العضلة، فأنتوا شايفين هنا
هذه العملية اللي تحت الغدة فقط فوق العضلة. العملية الثانية هذه بيحط الحشوة تحت العضلة. الطريقة اللي احنا مسويها تحت غشاء العضلة، فهذه بتعطيك فوائد اللي تحت الغدة وفوائد اللي تحت العضلة، عمليتين في واحد. بناخذ فوائد هذه وبنخفف مضارها، وبناخذ فوائد هذه وبنخفف من مضارها ان شاء الله، وهي احدث عملية تقريبا. في العملية الأخيرة اللي هي تغطية الحشوة بكامل العضلة، هذه مش كويسة. ليش؟ لأنه بتخلي الحشوة ممكن ترتفع، لأنه موقع العضلة أعلى بشوية من الثدي. العملية بتصير تحت تخدير الكامل وتستغرق حوالي ساعة. هذه مناطق الندبات اللي تكلمنا عليها، الأولى اللي هي في حول الحلمة، وبنستخدمها بعض الأحيان إذا كنا هنغير موقع الحلمة، أو المريضة ما تبغى الندبة السفلية، والثانية اللي للإبط، والثالثة اللي هي أكثر استخداما اللي هي في ثانية الثدي، زي هذه الصورة اللي على اليمين. طيب هذه الندبات ما هي واضحة، ممكن تشوفوا الفيديو بعدين، في عندنا تصوير كامل للفيديو هذا موجود في الموقع. هذه العملية بندخل من أسفل الثدي بعد ما نفتح الجرح، وندخل بالكوتري ماشين، بنرفع الثدي والحشوة بندخلها خلال القمع بدون ملامسة الحشوة، تدخل الحشوة إلى مكانها المطلوب. طبعا نضغط عليها عشان تدخل من فتحة صغيرة، هذه بتصغر الثدي، بتصغر الفتحة، وأيضا بتخلي ما نلمس الحشوة. بنلمس مشد بعد العملية لمدة 3 أسابيع أو 6 أسابيع على الأكثر، للحفاظ على الحشوة في مكانها بحيث أنها ما تتحرك، ونخلي الجسم يلتصق عليها. لازم مراجعة مع طبيبك يتكلم معك على موضوع الرضاعة، موضوع الأشعات الماموغرام اللي لازم تسويها بعد العملية، المضاعفات والمخاطر اللي ممكن تصير، والمتابعات في المستقبل. الحين معظم المتابعات اللي مسويها خلال كل سنة لازم تتابعي مع طبيبك، إما الجراح أو مع طبيب طبيبتك الطب العام أو طب الأسرة أو مع طبيبة النسائية والتوليد، بس لازم متابعة سنوية. وأهم شيء، أهم شيء هو إنه الماموغرام اللي هي الأشعة الصدر لازم نسويها كل سنة من بعد عمر 40، أوكي؟ في دراسات بسيطة تقول من بعد 50، بس الأفضل عمرها من بعد 40. ليش بنتابع مع مرضى كل سنة؟ عشان التغيرات اللي بتصير في الثدي، بتصير في التغيرات في الثدي من ناحية تغير مكان الثدي بالنسبة للحشوة. فإحنا لما نحط الحشوة جوا الثدي بيكون الثدي فوقها مناسب 100%. مع مرور الزمن ممكن الثدي ينزل والحشوة تضل مكانها، فممكن نرجع نشده، أوكي؟ إذا كانت هذه الفترة بعد أكثر من 10 سنوات، يفضل مدام دخلنا العملية أنه ندخل ونشيل الحشوة ونغيرها. زي ما كنتوا معنا إذا شفتوا مع الدكتور فؤاد هاشم، كان معنا من فترة وبنتكلم على هذا الموضوع، أنه متى نغير الحشوة. الشركات بتقول 10 سنوات، ولكن علميا المادة السيليكون inert، يعني ما بتعمل مشاكل عشان نشيلها. في مواضيع كبيرة في الإعلام ليتلي ومؤخرا يعني، وحنتكلم فيها، اللي هي هل له علاقة حشوات السيليكون بالسرطان لا سمح الله؟ والجواب البسيط هو لا، ليس لحشوة السيليكون أي علاقة بسرطان الثدي، ولكن هناك ورم لمفاوي يمكن حدوثه بعد في عند الناس اللي بيكون عندهم حشوات الخشنة، أوكي؟ هل في ارتباط علاقة بينهم إنه كل اللي حطوا حشوة كلهم حيصير عندهم أو الحشوة هي مسبب لهذا الورم اللمفاوي؟ لا، أوكي؟ الجواب لا، إلى يومكم ما في أي شيء علمي يثبت العلاقة بينهم. في association بس ما هي causation، يعني في ارتباط وليس علاقة تسببية. إيش معنى عشان أشرح لكم يا زيادة؟ بالنسبة للدخان، أوكي؟ الدخان هو مسبب لسرطان الرئة، هذه أثبتت بالتجارب بالفحوصات وبكل شيء، فهذه علاقة تسببية، أوكي؟ علاقة ارتباط زي علاقة مرض أبو وجه أو الشلل النصفي للوجه بالخروج من الحمام والوقفة قدام مكيف، أوكي؟ ليش؟ لأنه في ناس بيطلعوا من الحمام بيوقف قدام المكيف بيجيهم برد، بيجيهم هذا أبو وجه، بس هل هو البرد هذا سبب لأبو وجه؟ إلى يومكم ما في أي علاقة تسببية، ولما هي ارتباط فقط.
طيب ايش لازم نعرف اذا فيه ورم لمفاوي؟ ايش لازم نعرف؟ هل لازم نغير الحشوة اذا موجود الحشوة الحين واحدة عندها حشوة مرملة، هل تحتاج تغيرها؟ لا، كل الهيئات وكل الجهات العلمية عالميا لا توصي بهذا العمل. ليش؟ لانه اذا عملناها وشلناها الضرر اكثر رقم نسبته من الفائدة، لانه اذا شلتيها حتشيل الكبسول وممكن يعمل مضاعفات كبيرة بدون اي فائدة. طيب ايش اهم شيء في هذا الموضوع كله؟ اهم شيء، وكلكم اسمعوا جدا جدا جيد، هذا الموضوع مهم. اهم شيء هو انه هذا الورم اذا صار بصير بعد من 7 سنوات وطالع، اوكي، بين 7 و9. اذا صارت ايش بايش كيف المرأة حتعرف؟ احنا قلنا في عندنا فحص دوري وعندنا ماموغرام دورية، ولكن لازم الواحد ينتبه اذا زاد حجم الثدي بسبب تجمع سوائل حوالين الحشوة من بعد السنة الأولى من العملية. إذا صار هذا الشيء لازم مراجعة الطبيب، والطبيب لازم يأخذ عينة من هذا السائل ويفحصه عشان يشوف إذا فيه مشكلة. إلى الآن على علمي وبمراجعة الهيئات المسؤولة عن هذا الموضوع ما في أي حالة في المملكة أثبتت من هذا النوع. إحنا بنصدد عمل دراسة على هذا الموضوع ونشوف إذا في حالات ما هي معروفة توضح لنا أكثر، ولكن الحمد لله ما في ولا حالة، والحشوات اللي موجودة اللي سببت هذه الشيء ما هي موجودة في المملكة في الوقت الحالي الحمد لله. أنواع الترميل، في أنواع عندنا قلنا الحشوات الملساء، بعدين عندنا الترميل، عندنا نوعين من الترميل، الترميل الناعم والترميل السميك الخشن. معظم الحالات اللي صارت في الأورام هي حالات جدا نادرة ترى، يعني أرقامها قليلة لسه، صارت مع الحشوات المرملة ترميل سميك. أما الترميل الناعم فلم لا يوجد كثير من الحالات فيها. أولا الحشوات الناعمة لا يوجد أي أورام فيها أبدا. فإحنا في جمعية، في الجمعية بنتواصل الحين مع هيئة الغذاء والدواء ونشوف إيش أفضل شيء عملوا من هذه الناحية من هذه المواضيع عشان المستقبل وعشان حماية المراجعين والمتابعين اللي في المملكة. طيب أنا كده أكون غطيت كثير من الموضوع، زي ما قلت لكم لما أكون لحالي صعب الكلام. إيش صار في النور؟ أيوة صعب الكلام كثير لحالي، ولكن هقول لكم إيش الفرق بالخشن، هقول لكم الأسئلة واحدة واحدة، هاخدهم واحدة واحدة وحكبر في الموضوع، يعني هاستطرد في الموضوع زيادة عشان تعرفوا التفاصيل حقتها. بسم الله ناخد الأسئلة. أي أفضل حشوة للصدر؟ إيش السؤال؟ هل قصدك أفضل حشوة هي ما في أفضل، بس يعني الحشوات اللي بنستخدمها الحين هي المرملة ترميل ناعم أو الملساء والمدورة وليست الدمعة، أوكي؟ واللي هي كلها سيليكون من برا ومن الداخل. الحشوة اللي فيها موية ما بنستخدمها، زي ما تقولون إحساسها غريب شوية، وبتعمل شغلة اسمها ريبلينج، بتبين الحشوة من الثدي. فهذا السؤال. أنا سويت سيليكون صدري بس ما عجبني مرة لأن ما كبر زي ما كنت أبغى. قال لي الدكتور إذا كبر بزيادة بيعور في النخاع الشوكي. ما لي فاهم إيش دخله بالنخاع الشوكي، ولكن ما نبغى يكبر بزيادة. ليش؟ لأنه في مضاعفات ممكن تصير في المستقبل إذا كان الحجم مرة كبير. لازم يكون مناسب لجسم المرأة. هقول لكم كيف نأخذ مقاسات، هشرح الحين. بالنسبة للمقاسات في أكثر من طريقة، أوكي؟ الطريقة المثلى هي أنه الطبيب يفحص ويعرف مقاس الصدر، مقاس الجسم، وأفضل حشوة تناسب لجسم المرأة مبنياً على مقاسات جسمها، وليس الرغبة في أنه يكون حجم جداً كبير أو كذا. ليش الحجم الكبير مشكلة؟ الحجم الكبير كل ما كبرت الحشوة كل ما صارت ثقيلة، كل ما بتشد على الجلد وحيصير تحتاجي عملية ثانية بعد فترة بسيطة، بدل ما ممكن تقعد معك 20 سنة بدون ما تعمل عملية ثانية. فهذا هو السبب الأساسي. طيب فبنفحص، بناخذ المقاسات، بنختار رينج من الحشوات، أوكي؟ مثلا من 300 إلى 375، ونعطي المريضة مع الممرضة تشوف الحشوات هذه، تقيسها وتشوف كيف الشكل. في طبعا أجهزة حديثة بنستخدمها زي الفاكترا، بنستخدمها لعمل صورة تقريبية للمريضة بدون الحشوة وبغير الحشوة، فممكن تستوعب أكثر العملية. فهذه بالنسبة للقياسات كيف نعملها.
فليش المقاس مو كبير؟ عشان ما يصير في تشديد يعني شد على الأنسجة الجسم ونزول الثدي. كيف تتعامل؟ ليش نزلنا؟ هل الحشوات هل تؤثر الحشوات على الرضاعة؟ لا، في دراسات كثيرة عملت على الحشوات وهل السيليكون هذا بيطلع مع الحليب، والنتيجة لا ما بيطلع، ولقوا انه في الموية فيها ترسبات سيليكونية قريبة من اللي بيطلع مع الحشوات، فما في اصلا دليل يعني فهذا الموضوع. لا، هل عملية تكبير الثدي تترك ندبات؟ تكلمنا فيها، الندبة في أسفل الثدي حوالي 4 إلى 5 سنتي بحسب حجم الحشوة، بنصغر هذا الندبة قدر المستطاع باستخدام القمع. هل عملية تكبير الثدي تترك ندبات؟ إذا صار تكبير مع شد راح كبير الجرح؟ أيوه طبعا، إذا في شد مع العملية فبيكون في ندبات أخرى غير الندبة اللي تكلمنا عليها. الندبة اللي تكلمنا عليها إذا كان فيها معها رفع بيكون بسيط وبيكون ممكن رفع داخلي وليس خارجي، أما إذا كان في رفع خارجي فحيكون في ندبات أخرى إما حول الحلمة أو بالطول بالإضافة للي بالعرض من تحت. طيب، ممكن نسوي رفع وشد للصدر بدون سيليكون؟ نعم ممكن. عادة بيكون الصدر فيه دهون زايدة، فهذه بدل ما نشيلها ونصغر الثدي ممكن نصغره جزء منه ونخلي الجزء الباقي لتكبير الثدي منه فيه. فبدل ما نحط حشوة بنحط نفس الأنسجة اللي كانت طايحة بنلفها إلى داخل الثدي وبنحطها، فكأنها المرضى بيقولوا دكتور أنت حطيت حشوة، أقول له ما حطيت حشوة بس هذه هي كده، هذه أنسجتك نفسها. كيف تروح ندبة؟ ما تروح ندبة، تخف طبعا بدقة الجراحة مع الجراح وبتخفيف ممكن استخدام السيليكون بعد العملية، وتكلمنا هذا الموضوع مع أطباء الجلدية. كيف تعمل أشعة الماموغرام بوجود سيليكون؟ سؤال جدا مناسب. طيب، في شغلة اسمها بالأشعة في علم الأشعة اسمها قانون الإزاحة، هذا لنفرض أن هذا عشان أسألتكم، هذا الثدي الطبيعي وهذه الحشوة وراها، أوكي؟ فلما يعملوا أشعة الماموغرام بيسحبوا الثدي إلى أمام الحشوة، أوكي؟ وخلاص صار في الثدي كله بين كماشتين جهاز الماموغرام والحشوة لساتها ما هي زي ما هي، خلاص شفنا السيليكون، شفنا الثدي إذا في شيء ولا لا لا سمح الله، وبعدين متى ما شلنا جهاز الماموغرام بيرجع الثدي إلى مكانه الطبيعي. واضحة؟ إذا مو واضحة ممكن ترجعوا للمقطع هذا وتقروا. فاسمها قانون displacement اللي هي إزاحة الثدي عن الحشوة وفحصه لحاله بعدين يرجع كل شيء طبيعي. دكتور سويت دايت الصيام بالكاء بس واليوم الخامس ظهرت شعيرات دموية في صدري وخفت علما انه مسوية سيليكون. في شيء زي كده علميا بيكون زي انفلاميشن، زي التهاب بسيط من الخارج وان شاء الله ما يوصل الى الداخل، وما هو التهاب بمعنى التهاب بكتيري، التهاب زي انفلاميشن، ما اعرف ايش اسمه التهاب، فبيصير في تغير في اللون، ممكن العروق تبان، وهذا مؤلم ولكن ان شاء الله ما يكون في التهاب، ممكن اخذ حبوب للالم له، ولكن لازم الفحص مع طبيبه او طبيب مختصين في هذا الموضوع عشان نشوف ايش افضل حل لك. دائما لما يكون في حشوه احنا بنخاف عليها يصير التهاب، فاي شيء عندك مشكله ارجع للطبيب واساليه، دائما ما عندك مشكله خلاص انت مريضه متابعه عند هذا الطبيب او الطبيبه، فهو مسؤول عنك ما دام الحشوه موجوده معك لمده للعمر كله. كيف ملمس الثدي بعد التكبير يكون طبيعي او تحس بالحشوه؟ عشان كده بنستخدم حشوات السيليكون المطوره اللي هي الجامي بير، اللي ملمسها يكون جدا طبيعي مقارنه بحشوات المويه والملح اللي هي ملمسها ما هي طبيعي لانه كانه كيس مويه جوا. واحده مجربه تقول للاسف واضح انه حشوه مع الملمس. يعتمد هل فيه جلد كفايه وغده كافيه أمام الحشوة عشان تحميها وعشان ما تبينها؟ يجيبنا هذا موضوع مهم. طيب في يا دكتور أنت قلت بتحطها تحت غشاء العضلة، في حالات بتحطها تحت العضلة؟ نعم، الحالات اللي ما عندهم جلد أبدا سماكة الثدي جدا صغيرة خاصة في الجزء العلوي، فإذا حطيته الحشوة حتبين وملمس وكل شيء، فهذول الناس عادة بيكونوا بعد التكميم أو خسارة وزن كبير،
بنحط الحشوة تحت العضلة عشان تحميها وتغطيها وما تبين الحشوة في الثدي. هل تقدر المرأة ترضع بعد سكر؟ نعم. هل هي دائمة؟ شبه دائمة. احنا ما نقول دائمة لانه في تغيرات بتصير في الثدي، فنقول شبه دائمة. ممكن على الدكتور يحتاج اللبس مشد بعد العملية؟ نعم طبعا، نبغى نمسك الحشوة في مكانها الجديد ونستخدم المشد ما بين 3 إلى 6 أسابيع. فهذه فائدة المشد. أوكي، نتكلم إيش الفرق بين الناعمة والمرملة. الفرق هو أن المرملة بتخفف من وجود الكبسولة هذه اللي نتكلم عليها. أوكي، ليش بتخفف من يعني بتكسر الكولاجين اللي بيتراكم حول الحشوة الناعمة، بتكسره فما بتخليه يكون في كابسول كبيرة فيها. هذا أحد الأسباب اللي بنستخدم فيه الحشوة المرملة. فهل فيها فائدة؟ نعم فيها فائدة، وهذه الفائدة فهذه الفائدة هي عشان كده بنستخدم الحشوات الخشنة. ممكن أعرف دكتور يحتاج مشاكل؟ نعم. كيف يتجنب هذا الورم؟ كيف نتجنب هذا الورم؟ ما تقدر تتجنبي هذا الورم، هو الورم جدا جدا نادر. أوكي، ورم لمفاوي بيصير في بعض الحالات. أفضل شيء إنه الدكتور في العملية الأولى يكون ميتيكلس، يعني دقيق جدا، بحيث إنه ما يكون فيه كثير من البكتيريا أو التجمع السوائل أو الدم حول الحشوة. هذه أفضل طريقة ليقل معنا حدوث الكبسولة، وممكن بس لسه الموضوع تحت الدراسة. أوكي، والحالات جدا نادرة حول العالم، فما تفكروا فيه كثير. وقلت لكم أهم شيء إنه هذا مو ورم إنه ما له حل. إذا لقطناه في فترة مبكرة، زي ما قلت لكم، إذا كان في انتفاخ شديد في أحد الثديين أو كلاهما ما متعود عليه، ففي سوائل، هذه لازم تفحص. إذا لقينا نشيل الحشوة ونشيل الكبسولة راح الورم. أوكي؟ عملية الشد تفضل طول العمر ولا لازم تتكرر؟ تفضل طول العمر ولا تتكرر؟ يعتمد على كثير أشياء، نوع الجلد، حجم الثدي، كثير أشياء بتحدد هذا. إذا كان حجم شكله طبيعي والجلد كويس فتقعد معك 15 سنة 20 سنة ما في مشكلة إن شاء الله. هو بدل ما يكون في حمالة خارجية، هذه حمالة داخلية بنسويها في الجراحة. عملية الشد دكتور اللي صدرها صغير جدا جدا وما عندها عضلة، في حالات مرض اسمه بولند سيندروم. هذا البولند سيندروم هو بيكون ما في، زي ما قالت، ما في صدر ابدا ولا في عضله، حتى احيانا الحلمه ممكن تتاثر في هذا المرض. هو مرض وراثي وبيجي بتولد المريضه كذا بدون الثدي. في هذه الحالات احنا لازم نعيد ترميم الثدي. بنحط اول شيء بالون. البالون عباره عن سيليكون من الخارج ومويه من الداخل، ويكون منسم، يكون بس ورقه يعني خفيفه جدا تدخل تحت الثدي، وبعدين يتم نفخها الين ما يصير في عندنا حجم ثدي. في هذه الفترة خلاص صار في حجم ثدي، نخليها كده ماسك الجلد لفترة معينة، وبعدين نشيل هذا البالون اللي بننفخ فيه كنا، وبنحط حشوة دائمة. بعدين بالنسبة للحلمة بنعمل لها ترميم من الخارج. إذا كان في نقص في العضلة ونقص في الأنسجة كلها، فممكن استخدام عضلة من الظهر أو من البطن لترميم هذا الثدي. وبعدين الحلمة الارتفاع بنسوي بعملية بسيطة صغيرة في الداخل، نتوء، واللون ممكن نعمله بالتاتو. موضوع ترميم الثدي وحتى هذه الحالات بعيد عن موضوع اليوم، ولكن ممكن تبقوا في حلقة ثانية ممكن نتكلم عن العمليات الترميمية. كيف نشد بدون حشوة؟ هذه شغلتنا، ما هنقول لكم، إذا قلنا لكم خلاص صير في مشكلة. لا، الشد بدون حشوة طبعا نسوي، قصدي يمكن كيف نرفع أو نكبر بدون حشوة، هو إعادة ترتيب أنسجة الثدي بحيث إنه يبين فيها حجم وفيها حشوة. الخشن بيعمل ردة فعل دي كابسول كونتراكتور. لا، مش الخشن، الناعمة هي اللي تسوي كابسول كونتراكتور. الخشن ما بيعمل ردة فعل. حقن الدهون الذاتية، الدهون تكلمنا عليه، لو أحد عمل شد وتكبير الصدر ممكن تعمل ثانية عملية شد وبعد كم سنة؟ نعم ممكن، عادة بعد 10 إلى 15 سنة إذا لازم الأمر. إذا ما لازم الأمر ما في داعي تسويها. لو أحد عمل شد وتكبير الصدر ممكن تعمل ثاني عملية شد وبعد كم سنة؟ قلناها. تقدر المرأة ترضع بعد سيليكون؟ قلناها. الأضرار الجانبية من تصغير الثدي، مو موضوعنا اليوم تصغير الثدي،
بس ان شاء الله ما في اضرار جانبيه. الاشياء اللي ممكن تصير هو عدم القدره على الرضاعه، واحنا مو عارفين اصلا اذا هي قادره على الرضاعه قبل العمليه، والاحساس بالحلم ممكن يتاثر بهذه العمليه، والندبات اوكي، وهذا بس مينلي، ما في اشياء ثانيه كبيره، ممكن الالتهابات الاشياء الثانيه اللي معروفه في كل العمليات. يصير الواحده تعملها قبل الزواج؟ نعم ممكن، ولكن يفضل قبل بفتره، الشهر اقل شيء، عشان الندبات تخف وال الالتئام يلتئم الجسم قبل الزواج. لو حابة ندبة تحت الأبطال تسويها؟ لا ما أسويها ولا أنصح فيها. ممكن تتكلم عن مقاسات الحشوة. مقاسات حشوة في ثلاث أشياء بتقرر مقاس حشوة. أولا كمية السيليكون اللي موجودة في الداخل أوكي؟ فهذا اللي نقوله عليه 250 300 350 إيش هو؟ هو كمية السيليكون اللي في الداخل. فعندنا هذا الحجم. رقم الثاني هو القاعدة حقت الحشوة، قاعدة الحشوة هذه كم مقاسها، كم قطرها أوكي؟ خلينا نشوف هنا مثلا هذه الحشوة أوكي؟ عندنا طولها مقاسها من هنا إلى هنا 11 سنتي أوكي؟ فهذا بيحدد لنا وين حتكون الحشوة بالنسبة للحلمة، اللي هو ارتفاع الحشوة اللي هو مقاس القاعدة. والشيء الثالث هو مدى ارتفاع الحشوة أوكي؟ زي ما قلنا شوفي هذه كيف مرتفعة وهذه كيف انفلطة حشوية، ما أعرف إذا واضح الكلام، شايفين هذول جنب بعض يمكن تقريبا نفس المقاس من القاعدة، ولكن هذه منخفضة أكثر من هذه. وبنحدد هذه الثلاث المقاسات بنحددهم مع بعض مع المريضة إيش أنسب لها، إيش بناسب جسمها. ليش بعد تصغير الحلمة ترجع تكبر بعد فترة صغيرة؟ لا يعتمد، إذا كان التصغير بقوة يعني لسه في أنسجة جوا والجلد شلناه بزيادة بصير هذه المشكلة بالحلمة ممكن تتوسع، ولكن معظم العمليات إذا كانت المقاسات مضبوطة إن شاء الله إن شاء الله ما بتتوسع. حقن الدهون للصدر هل آمن من السيليكون؟ الاثنين آمنين بإذن الله. كم أحتاج تنويم بالمستشفى؟ ما تحتاج تنويم في المستشفى، قلنا عمليات الثدي تكبير تصغير رفع كلها ما تحتاج إلى التنويم في المستشفى، فقط حالات نومها. الحالات اللي عندهم مشاكل أخرى في الجسم زي أمراض القلب أو أمراض ثانية تحتاج أن نكون متابعينها بعد العملية، ولكن معظم المرضى خلال يوم خلال نفس اليوم يعني عمليات اليوم الواحد بتطلع المريضة في آخر الليل لما نتأكد أنه ما عندها لا مضاعفات ولا مشاكل لا سمح الله. هل الحشوات تسبب التهاب؟ لا، الالتهاب ممكن يجي من برا اوكي، يعني ممكن خلال العملية اذا صار في التهاب، نسبة حدوث الالتهاب في حشوات السيليكون جدا قليلة 2%، فمن كل 100 ممكن واحدة ولا اثنين يصيروا التهاب. اذا صار التهاب ممكن نعالجه مبدئيا بالمضادات الحيوية سواء عن طريق الفم او عن طريق الوريد، واذا ما كفت لازم نشيل الحشوة، اذا شلنا الحشوة راح الالتهاب باذن الله. الدكتور تكلمت عن تكبير الثدي بدهون، نعم فيني احط كريم يشيل الندبات علما اني مسوي العمليه قبل 4 أشهر؟ لا، ما كريم ما حيفيد، ولكن افضل انك تراجعي اطباء الجلديه، ممكن يعملوا ليزر او شيء لتخفيف شكل الندبه. اذا كانت جدا مشوهه او كبيره ممكن اعاده خياطتها، لكن يعتمد على الجراح تجميل اذا بفيد هذا الشيء معك ولا لا. طيب انا ابغى ارفع هذه هنا عشان ممكن شويه قاعد اطلع لبعيد، لا بس اسئلتكم قاعد تغطي علينا. اوكي خليها، لا تفلسف يا دكتور. حاضر دكتور، اصغر صدري وبنفس الوقت اسوي سيليكون، ولكن ما ابغى الصدر كبير. ما في شيء اسمه اصغر واحط سيليكون، التصغير عكس حط السيليكون، بس يمكن قصدها الرفع. معظم الناس بيسالوا هذا السؤال بيكون دكتور ابغى ارفع واكبر ولكن بدون سيليكون، اذا في حجم ممكن نكبره من نفسه منه فيه بنسويها. إيش كمان؟ وقت ما أسوي سيليكون ولكن ما أبغى صدري يكبر ممكن معه. طيب كيف الشعور فيها؟ هل دائم راح نشعر في شيء غريب؟ هذا سؤال كويس. هو لازم في هو يصير في علاقة تزاوج ما بين المرأة والحشوة، زي الساعة، تحسي إنك لابسة الساعة دائما ولا أحيانا ما تحسي إنك لابسة الساعة أوكي؟ في شيء ملازم لجسمك طول الوقت اوكي،
في ناس حساسين بحسوا فيها دائما موجودة وبيضايقوا منها، وفي ناس لا، معظم الناس لا خلاص يتعودوا عليها. أنا الحين لابس ساعة بس ماني حاسس إنه لابس ساعة. لما أفكر فيها أحيانا أقول خاصة ساعة خفيفة أقول ماني لابس ساعة أو أبغى ألبس ساعة. فنفس الشيء الساعة زي حشوة السيليكون. الشعور عند لمس الثدي كيف بس الحشوة ولا طبيعي؟ معظم بيكون طبيعي جدا، لأنه زي ما قلت لكم الإحساس هو نفس الثدي المتقدم عن الحشوة وليس الحشوة الخلفية. أفضل تحت العضلة وتفوق العضلة، أفضل شيء تحت غشاء العضلة. هذه عملية حديثة بنعملها وهي أفضلهم وأقل مضاعفات من الاثنين، تأخذ الفوائد من الاثنين وبتقلل مضاعفات الاثنين. اللي تبي تسوي تصغير صدر تقدر تختار حجم الصدر اللي تبيه؟ لا، حجم الصدر في تصغير الثدي يعتمد على مقاسات الجسم، فلازم تكون مناسبة لجسم المرأة. اوكي، وما نبغى يكون مره فلات بحيث انه ما كان ما شكله ثدي، فلازم يكون شكله ثدي رقم واحد. رقم اثنين مناسب لحجم الجسم، فهو صعب اشرح لكم اياها، لازم بالفحص. الجسم بيقول لنا وين نعمل الرسمات حق تصغير الثدي من نفس الجسم. اوكي، حجم الثدي الاساسي، حجم الصدر، محيط الصدر هو اللي بيقرر هذا الشيء. طيب الوجع كيف تحت العضلة؟ ما في وجع إن شاء الله، الآلام تكون مؤقتة وفي بداية العملية وبعدين بتخف كثير. معظم المرضى بيتكلموا عن الآلام في الفترة الأولى بسبب المشد، بيكون مشد ضغط عليهم زيادة أو كذا، بس مو من العملية نفسها إن شاء الله. وإحنا ممكن نحقن كمان تخدير موضعي بعد العملية، بيضل مع المريضة فترة طويلة 6-8 ساعات، فهذا بيخفف من التفكير بالآلام أو الإحساس بالألم في المخ. احكي عن الانترنال برا. الانترنال برا هو بتقول تكلم عن الحامل او الستيان الداخلي داخل الجسم. في عمليات ما بنستخدمها كثير لانه غاليه جدا وممكن فيها مضاعفات اكثر، اللي هو زي الالتهابات، اللي هو بنستخدم شبكه. اوكي، تعرفوا الشبكه اللي بنحطها في البطن لعلاج الهرنياز اللي هو الفتاق، هذه نفس المادة ممكن نحطها جوا الثدي لما نعمل عملية تصغير الثدي أو رفع الثدي. بنحط هذه الشبكة عشان تمسك الثدي بمكانه، وصعب أنه ينزل، بتعمل تندبات في المنطقة هذه فبصير مكانه شبه ثابت. بس مشكلتها أنها غالية لأنه فيها سعر الشبكة، وهذه الشبكة ما هي رخيصة، رقم واحد. رقم اثنين إذا جاء التهاب على الشبكة مشكلة. مدة شفاء العملية والرجوع الحياة بدون مشد يعتمد على قوة المريضة. في ناس بعد يوم بيروحوا شوبينج، في ناس بعد أسبوع بيطلعوا عادي. غالبا معظم المرضى خلال أسبوع بيكونوا طبيعيين جدا، بس نقول 3-4 أيام. هذه العمليات بنقول عليها أحيانا عمليات ما شاء الله مش الوقت بسرعة، عمليات الساعة أو الغذاء، lunch break operation، لأنها بتستغرق ساعة وألامها جدا خفيفة بإذن الله. متى أحس أن الصدر طبيعي بعد العملية؟ إن شاء الله على طول. بتحس الصدر متحجر ولا بيضل طري وطبيعي؟ طبيعي إن شاء الله. أقدر أزيد حجم الصدر بعد حشوة سيليكون أو دهون ذاتية؟ نعم، في عملية اسمها هايبريد هجين، يعني عمليتين مع بعض. إيش بنعمل؟ نعمل حشوة سيليكون وبنعمل فوقها دهون ذاتية، أو ممكن نعمل حشوة سيليكون وبعد فترة إذا حديت امتلاء أكثر في الجزء العلوي أو الجزء الميديال اللي هو الكليفج، منطقة الكليفج، ممكن نحط فيها دهون ذاتية ويكملوا بعض العمليتين. اوكي، اسمها العمليه الهجين، هايبريد بريست اوجمنتيشن. وش مميزات الحشوه الناعمه؟ مميزات الحشوه الناعمه زي ما قلنا ما بصير معها اورام لمفاويه في المستقبل، وسهوله العمليه، يعني الجرح حق الندبه بيكون اصغر لانه الحشوه الخشنه لما تدخليها في الجرح لانها خشنه بتمسك في الجلد كده، فيمكن يبغى لها الجرح اكبر شويه. أما الناعمة بتكون جرحها أصغر وما بتمسك جوا بالأنسجة كثير. دكتور، حساسية الجلد تحت الصدر إيش حله؟ يعتمد على الفحص. إذا كان التهاب فطري أو بكتيري بسبب كبر حجم الثدي، فيمكن تصغير الثدي يساعد في هذه الحالات. هل تبان نتيجة طبيعية؟ نعم إن شاء الله. هل يتغير شكل أو لون الحلمة إذا عملنا العملية؟ بتكلم على تكبير الثدي، مفروض ما يتغير حجم أو شكل الحلمة إذا كان تكبير ثدي فقط. ممكن تكبر ثدي مع تصغير حجم الحلمة إذا الحلمة كانت كبيرة، وهذه يفضل تكون ندبة حول الحلمة. خلاص عملتي جرح، ليش تعملي جرح ثاني في أسفل الحلمة؟
هل أقدر أمشي بعدها عادي؟ طبعا أغلب عمليات كبير يبين أنها فيك، بيكون يبين يكون الثديين متفرقين عن بعض. لا، هذا غير صحيح. موضوع الحشوات قريبة أو بعيدة عن بعض يعتمد على جسم المرأة الأساسي. إذا الحلمات بعيدة فحتظل بعيدة، إذا قريبة حتصير قريبة، إذا مثلية يعني مثالية فحتكون متوسطة. فما يعتمد على العملية. هنا بيجينا موضوع ثاني، القفص الصدري، شكل القفص الصدري. أوكي، هذا القفص الصدري أنا حقي برفعه، بتشوفوه من تحت. أوكي، فإذا حطينا الحشوة حيكون أمام القفص الصدري. طيب هذا القفص الصدري إذا كان طبيعي، الحشوة حتكون في مكان طبيعي. أوكي، فمن الأمام حيكون شكلها طبيعي والحلمة ما هي مايلة لبرا ولا لجوا. أما إذا عملنا، إذا هذا القفص الصدري في حالات اسمها بكتس اكسكافيتم، اكسكافيتم يعني داخل لجوا، تلاقي الصدر هنا في النص داخل لجوا. هذه إيش مشكلتها؟ لما نحط الحشوات أوكي على حالة بكتس اكسكافيتم، بدل ما يكونوا كده زي الناس الطبيعيين، البكتس اكسكافيتم حيخلي الحشوات تميل إلى الداخل، فيصير الحلمات متقاربة. في حالة ثانية العكسية اللي هي بكتس كارنيتم، يكون عندهم القفص الصدري متقدم إلى الأمام، شوف الحشوات إيش صار فيها، متباعدة والحلمات صارت بتأشر إلى الخارج. أوكي، فمعظمها إز مقررة من قبل العملية بشكل الثدي. طيب ما ذكرتونا كلمة اليوم، لازم نتكلم على كلمة اليوم. كلمة اليوم هي حشوة، تاء مربوطة ولا هاء ما تفرق. أوكي، كلمة اليوم حشوة. طيب أبغى أقول لكم شغلة هنا وبعدين نرجع لموضوع الأسئلة. والله ذكرتني، ذكرني السكرتيرة. طيب قبل ما نمشي لسه حكمل الأسئلة، باقي كم سؤال. اليوم بكرة هو آخر يوم لكلمة اليوم. في رمضان حيكون فيه مسابقات عديدة وطريقة جديدة جدا للفوز بالجوائز، حيكون جوائز أكثر بكثير من 20% خصم. أوكي، فتابعونا، حننزل فيديو اليوم أو بكرة حتشوفوا فيه إيش المطلوب منكم تعملوه خلال حلقات رمضان. أوكي، وحتكلم بكرة. بكرة عندنا أخصائية تغذية غالية علينا، رائعة، ممتازة، كلامها جدا علمي، أنا نفسي أثق فيها وأراجع عندها. فتابعونا معاها بكرة إن شاء الله، حتكون الساعة 9 مساء. صلوا التراويح قبلها وبعدها عايدوا على الناس برمضان، كل عام بخير. بس نكمل الأسئلة وبعدين أقول لكم مع السلامة وتصبحون على خير. هل أقدر أمشي بعد؟ قلنا هنا ليش التديين بعد تكبير يصيروا متفرقين، قلناها. متى ممكن تمارس حياتها الطبيعية اللي عملت عملية الصدر؟ قلنا بعد شهر بيكون ممتاز. السيليكون يرفع الحلمة؟ نعم، إذا كان فيها نزول بسيط جدا. كنت أسمع اللي يحطون سيليكون بالصدر تمنع من ركوب الطائرة، هذا كلام خطأ تماما تماما تماما. أوكي، في حالة واحدة عملت حشوة سيليكون مضروبة، ما هي حشوة سيليكون، بالون عملته في جنوب أمريكا، مدينة غريبة عجيبة. فايش صار؟ الهواء تجمع داخلها وكبر الهواء وصار في عندها ألم، بس ما صار فيها مشكلة ولا انفجرت ولا شيء. سيكون يرفع، احنا قلنا بعد العملية بساعة وساعتين اطلع مستشفى. لا، ساعة وساعتين مرة بدري، نبغى نشوف انه امورك تمام وما في مضاعفات بعدين تطلعي، عادة بعد 6-7 ساعات 8 ساعات. اوكي، أكثر شيء تستخدم الخشنة أم الناعمة؟ أنا أستخدم الناعمة، والخشنة المرملة ترميل خفيف وليس الترميل الكبير اللي ممكن يصير معه مشاكل. طيب أشكر مرة ثانية السكرتيرة شيماء على متابعتها معنا، وأتمنى منكم تشكروها كمان لأنه ما بتقصر معنا والله. كل الأسئلة هذه، في سؤالين هنا، في 5 أسئلة سرية. دكتور هل أنه يسبب مرض سرطان؟ قلنا لا. دكتور هل أنه يسبب مرض؟ لا. مساء الخير، عندي ندبات هل تروح 8 غرزات؟ يعتمد على الفحص. دكتور هل انه يسبب مرض سرطان؟ قلنا لا. دكتور عندي حساسيه في الجلد تحت الصدر تزيد مع الحر وتقشر الجلد، هذا لازم تراجع طبيب الجلديه، وممكن تصغير الصدر يساعدها اذا كان فيه ملامسه للجلد على بعضه. ايش الاعراض الجانبيه من تصغير الصدر؟ قلناها. طيب اعطونا قلوب مشليه لشيماء على مساعدتها لنا كل يوم.
وأشكركم مرة ثانية، ما شاء الله العدد بيزيد في كل حلقة. رمضان غير يا جماعة، رمضان كريم، رمضان حيكون فيه هدايا. أخرب عليه أقول لكم أشياء، رمضان حيكون فيه إبر فيلر مجانية، حيكون فيه علاج بوتوكس مجاني، حيكون فيه عمليات مجانية، حيكون فيه خصم في عمليات حتى 50%. تابعونا عشان تعرفوا الطريقة، الطريقة شوية فيها شغل منكم أكثر عشان تستاهلوا، أوكي؟ عشان تستاهلوا هذه الهدية. بس خلصت حلقة ما شاء الله. في البداية فكرت إنه حنقعد ما عندنا كلام، بس ما شاء الله عبينا الحلقة كلها. أشكرك أخت عبير، أشكرك دودي. دكتور حابب جاوبني على سؤالي، أي من عمليتين أحسن، تكميم المعدة ولا تغيير مسار بالإنسولين؟ أوكي صح، في رمضان عندنا كمية مشتركين معانا حيكونوا أطباء متخصصين، عندنا أطباء التقويم، عندنا أطباء تجميل أسنان، عندنا أطباء تكميم، عندنا أطباء جلدية مشهورين ومعروفين في البلد، حنجيبهم حيتكلموا معنا. عندنا بنحاول نجيب ميك اب ارتست ان شاء الله، الحين في مناقشات بيناتنا عشان نجيب لكم ميك اب ارتست تفيدكم بايش علاقه التجميل، جراحه التجميل بالميك اب ارتست. ايش كمان معانا؟ هذول اللي معانا، معانا اطباء جلديه قلت لكم مشهورين في المملكه. وبس، فتابعونا، حننزل فيديو هاليومين إن شاء الله. كل عام وانتم بخير مسبقا. بكرة مع أخصائية التغذية رزان دقماق حنكون الساعة 9، حديث جدا مهم. ليش؟ فيه أول شيء التغذية في رمضان، رقم 2 إيش كيف ناكل قبل أي عملية، كيف ناكل بعد العملية، إيش الأشياء اللي بتأثر على العمليات قبل وبعد، كيف ممكن نحافظ على نتائج العملية، وإيش حنسوي في رمضان. هذا الموضوع جدا مهم. أوكي، تابعونا بكرة وتصبحون على ألف خير.